السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. ما كنتش باغا ندير هاد لي ستوري هادو لاني غادي نديرهم، خاص ضروري الشرطه الالكترونيه تدخل. ما كنتش باغا ندير هاد لي ستوري هادو لاني غادي نديرهم، خاص ضروري الشرطه الالكترونيه تدخل في هاد السب والقذف والتهديد اللي كان تعرض ليه من طرف ريدا بوزيد المعروف بريدا والشينويه. ما يمكنش في مواقع التواصل الاجتماعي نخلي واحد الشخص اللي كيعايرني في العرض ديالي وفي الشرف ديالي وكيعاير لي الوالدين ديالي بتهديد وبكلمات اللي ما عندها لا علاقة بالدين، لا عندها علاقة بالقانون، لا عندها راه أي إنسان مغربي غتجبد ليه والديه غيلاقي ليك وجهك مع رجليك، أي إنسان مغربي. فأنا هاد التهديد هذا وهاد المعيار أني كنتنعت بالساحقة، كنتنعت بالعاهرة، كنتنعت بالفاسقة، كانت نعت بجميع المعيار، فوكو ساغيت. الضحك عنده حدود والكرامة ديال الإنسان عنده حدود. ميمكنش لينا نخليه مؤثر كيعتبر راسو مؤثر عنده 1 مليون دابوني تيقول لي بالاسم ديالي طاطا هالة غندوز ليك وندوز للأم ديالك، راه ميمكنش. ميمكنش نخليو هاد النوع ديال البشر في لي ريزو سوسيو وفرحان براسو وعاطيني سميتو رضا بوزيد وقال لي سيري فين ما بغيتي تمشي، يعني واخا انا نتبعك في القضاء زعما راه ما غنصور والو. شكون نتايا؟ شكون عطاك الحق باش تعايرني؟ شكون عطاك الحق باش انك تقطع لي في الشرف ديالي؟ شكون عطاك الحق باش تهضر لي على الوالدين ديالي؟ شكون عطاك الحق باش انك تعايرني باقبح الصفات؟ شكون عطاك الحق؟ شكون هذا اللي عطاك الحق؟ تشهير جبدتي بسني بسميتي، سب شتم قذف تحريض على الفساد، القيام بالفساد، شنو تو شيرش كوا؟ شنو علاش كتقلب؟ نصيفط لك اللي يخلي ضربوك تيتهرس لك النيف اللي ديجا هو مهرس، راه بزاف هادشي كامل باش دير اشهار على قبل سيتي كلوب. كون كانت فيك الوطنيه وكانت فيك الانسانيه كنت فرجتي غير في لي لايف الناس اللي طلعوا، كون كانت فيك الانسانيه كون شتي لي فام دو ميناج اللي ما تخلصوش، كون كانت فيك الانسانيه كون شتي الناس اللي تضربوا، كون شتي القضايا اللي حنا جالسين تنهضروا عليها. انت اللي همك غير الاشهار. سيتي كلوب الصباح دير لهم اشهار ديال الحسو، في الليل دير لهم اشهار ديال لاصال. لاصال تعرف تريني فيها. راه نقول لكم واحد الحاجه، عندي واحد الجانب طيب لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها، ولاني عندي واحد الجانب اخر اللي لوبوزي. نتمنى انا صافي 3 جوغ وما باغاش ناكتيفيه، حيت الا اكتيفيتو غنوصلوا لشي حاجه اللي خايبه. يا هاد السيد هذا غيسد فمو، يغطر شي حاجه ما غاديش تعجب حتى شي واحد. نقولها لكم باسكو سي بون سي جينيرال كو. وباش نشرح لكم علاش انا اصلا تنبكي وعلاش قايسني هذا الشيء، كنشوف راسي انا ساكنه في فرنسا وجالسه كنتحارب مع ولاد بلادي على قضيه ديال الوطن، على الاحترام ديالنا للوطن، الاحترام ديالنا لجلاله الملك، الاحترام ديالنا للمواطنين المغاربه، وكندير لي لايف ومدخله في راسي في شي حوايج انا راه ما عندي فيهم لا نقله جمال. انا راه ما مخلصه باش نعاير شي واحد، ما مخلصه باش ندير تشهير شي واحد، انا راه ما مخلصاش. هادشي كله كنديرو وطنيه مني، وكنت كنتسنى من ولاد بلادي كمؤثرين نضامنوا في هاد القضيه هادي، نضامنوا. انا طلعت 3 في لايف، طلع انت 3 وطلع انت 5 وبارطاجي باش هاد المشكل هادي يتحل. حتى واحد فينا ما غيرضى على ولاد بلادو انهم يتضربوا، حتى واحد ما غادي يرضى على دي فام دو ميناج ما كيتخلصوش، حتى شي واحد ما غادي يرضى على شي واحد بنت غتكون جالسه غادي تدخل في قضيه الدعاره، حتى واحد ما يرضاها. كنت كنتسنى منكم واحد لا سوليداريتي. شنو كيجيني اون غوتور؟ ناس كيتخلصوا باش يعايروني. واخر رساله لرضا ما غاديش ندوزها لك طريفه، ما غاديش تو افيزي لا موفيز بيرسون. باش نشرحها لك، حيت انت انسان امي ما قاريش، اختاريتي الانسان الخطا، اختاريتي فريمون الانسان الخطا. شحال انت كدير التشهير، شحال انت كدير المعيار، شحال انت كتعاير من السمطه لتحت، شحال واحد جدو تجبد به واحد السيمانه دير ستوريات بيا، فاش تسالي ستوريات دير اشهار ومن بعد دير ستوريات باش تجيب زعما التفاعل. هادشي كامل غدفع الثمن ديالو بالقضاء وبالقانون، ماشي بغير القانون، انا كنمشي غير بالقانون وبالقضاء وبالدعاوي. دعيت عليك البارح في الثلث الاخير من الليل، بغيت ربي يجيبها لك في صحتك، بغيت ربي يحش لك ركابي كما ضريتيني في الهضره ديالي على الميمه
وهي بعيدة عليا. بغي تربي رزقك في صحتك، بغي تربي الناس يشوفوا ويتشوفوا وانت جالس حدا ميكس الدواء، بغيت تكتب لها بلي باري وبالشوكات فوالا. لا ما طراتش لك شي حاجه في 40 يوم اجي دفل عليك. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم يا هلا يا المسخ.